من تاتيف ومن قرص أطول ريف العالم، وهذه المشاهد الطبيعة الربيع من طرف والثلوج من الطرف الآخر والسواح من مختلف دول العالم يتوافدون إلى أرمينيا لمشاهدة أطول التلفريك في العالم. لو رغبتم بزيارة هذا المكان الرائع يمكنكم أن تتصلوا بأرارة للسياحة. سأقترب من الوادي. عمق الوادي أو ارتفاع، نقول ارتفاع التلفريك يصل إلى أعلى نقطة 320 مترا. ومن داتيب، وهذا هو التلفريك الأطول في العالم، وهذا المشهد الذي أمامنا، وها هو يقترب والكل هنا بانتظار دورهم. طول التلفريك 5 كيلومتر 752 متر، يقطع هذه المسافة بعشرة دقائق، ومجموعتنا يلوحون بأيديهم من داخل التلفريك. Thank you.